بسم الله الرحمن الرحيم سادتي. كنا اليوم واحد اللقاء جد مهم وجد ناجح مع السيدة أولغا جيفاني الوزيرة المنتدبة المكلفة بالطاقة لدى الحكومة الفرنسية، بحضور زميلتي السيدة الوزيرة ليلى بن علي، في إطار زيارة رسمية ديال الحكومة الفرنسية برئاسة السيد إيمانويل ماكرون. كان هذا اللقاء فرصة باش نرسخوا الإمكانيات الهائلة ديال المغرب كشريك استراتيجي للقارة الإفريقية بصفة عامة وبفرنسا بصفة خاصة، في مجال التحويل الطاقي، في مجال إزالة الكربون، وفي إعادة تنظيم سلاسل القيمة العالمية، خاصة وأن المغرب بفضل رؤية سديدة لصاحب جلالة نصر الله عنده مؤهلات جد هامة، مقومات اقتصادية عالية، بنية تحتية في مستوى عالمي، والطاقة البشرية، وده أهم حاجة، الطاقة البشرية المؤهلة، وبالإضافة أن الإمكانيات ديالنا كبيرة في مجال الطاقة الخضراء بصفة عامة. ونبغي نشير أن العلاقات والشراكة بين المغرب وفرنسا جد وطيدة وجد مهمة. فرنسا شريك جد مهم بالنسبة للمغرب، حيث أنه في 2023 سنة 2023 شكلت الاستثمارات الفرنسية تقريبا ثلث الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب، والاتفاقيات اللي تم توقيعها يوم أمس بين المغرب والشركات الفرنسية أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون، تجي باش تجسد هذه المرحلة الجديدة للواعدة المتميزة من الشراكة في مجال الطاقة. وشكراً. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.